احتضن ملعب الوزيس بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 9 ماي الجاري اجتماع الفرصة الأخيرة الذي حضره معظم الرؤساء السابقين للرجاء البيضاوي، في حين غاب عنه عزيز البدراوي. خلال الاجتماع تم تجديد الثقة في مؤسسة المنخرط التي سيكون لها دور حاسم في اختيار الرئيس الجديد لفريق الرجاء الذي عانى هذا الموسم من الإخفاقات المتتالية على مستوى عصبة الأبطال الإفريقية والبطولة الاحترافية. وبخصوص الأسماء المرشحة لخلافة عزيز البدراوي، أكدت مصادر حضرت الاجتماع للجديد 24 أن السباق يظل محصورا لحدود انعقاد هذا الاجتماع بين محمد بودريقة والمنخرط الحاج كمال، كما يرتقب أن يدخل المنافسة عزيز البدراوي في حال تقدمت لائحة واحدة في يوم الجمع العام العادي والاستثنائي. احتفلت أسرة التوائم 9 الذين ولدوا بالمغرب بعيد ميلادهم الثاني لأول مرة في بلادهم مالي. وأظهر فيديو متداول احتفال الأسرة بعيد ميلاد الأشقاء 9 وهم في صحة جيدة ويرتدون ملابس متشابهة، فيما تم تزيين مكان الاحتفال بصور التوائم 9. كانت والدة التوائم تتوقع ولادة 7 توائم فقط، إلا أنها جراء التعقيدات التي تتطلبها الولادة المبكرة قرر الأطباء في مالي وبأوامر حكومية إرسال الأم إلى مصحة خاصة في مدينة الدار البيضاء، حيث أنجبت الأم الشابة التوائم 9 بدلا من 7 في 5 مايو من 2021. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصاد. شكرا على حسن المشاهدة.